دهشتنا أن نرى التوأمين حسن وحسين متطابقين في الطباع والشكل والتفكير، ولكن المثير للدهشة حصولهما على نفس المجموع بنفس النسبة المئوية في امتحانات الثانوية العامة، رغم عدم جلوسهما متجاورين واستذكار دروسهما منفردين. احنا الاثنين انا واخويا في مدرسة 10,000 الثانوية كنا بناخد دروس مع بعض في نفس المواد مع نفس الأساتذة، وجبنا مجموع زي بعض، وده نتيجة يعني ان احنا متشابهين في كل حاجة. الحمد لله ربنا خلانا نجيبه زي بعض، ان شاء الله ندخله مع بعض. احنا الاثنين كنا شعبة علم علوم، بصدفة اصل احنا في نفس اللجنة، ايوه، بس بينا واحد زميلي اسمه حسين حسن زكي، هنغششوا بعض ازاي، وفي مراقبين برضه في اللجنة. جبت 390 بمجموع 95.12%. كنا بناخد دروس في مجاميع مع زملائنا في كل المواد عشان ما فيش مدرسة نروح نعمله. طيب كل واحد بيذاكر المادة اللي هو عاوزها، بس يعني المواد زي الانجليزي والفرنسي وكنا بنحلها مع بعض عشان المادة كلها حل. يعني الصفات المشتركة بينهم ان هم مثلا اي حاجة مع بعض، يعني مثلا حتى في الدرس رايحين الدرس بيروحوا مع بعض، يعني حتى لو ده لما يبدا لو ده مش عاوز يقوم التاني يعني التاني بيقول يلا بينا نروح نصلي، بيروحوا الجامع ويجوا يعني من الجامع للبيت، من هنا للدرس، ما بيروحوش عند حد، يعتبر من البيت للجامع بس. ابويا راجل بسيط، احنا الحمد لله كنا بنذاكر وربنا كلل هذا المجهود بالنجاح، وجبنا مجموع ان شاء الله دخلنا كلها كويس. انا مبسوط، مبسوط جدا، فرحان جدا. شغال مشروع خدمات الاراضي الزراعيه بالخريجين بقبض 488. انا نفسي ادخل اعلى كليه طب صيدليه. صيدله ان شاء الله، يعني لو عرفنا نخشه. كان نفسي ادخل صيدله لكن المجموع ما جابش، من 96.8 وانا جاب 95. سبحان الله احنا جبنا نفس المجموع بس مش نفس الدرجات في المواد، احنا مختلف في المواد مختلفين فيه، انا زايد عنه وهو زايد عني. انا بناشد الدكتور وزير التعليم العالي ان هو يعمل لنا استثناء انا واخويا عشان ندخله كليه الصيدله ان شاء الله، عشان احنا نكمل التفوق اللي احنا فيه ده ونبقوا متفوقين اكتر من كده ان شاء الله باذن الله. وناشد برضه وزير التربيه والتعليم لانه يخلي بال منهم ودخلهم يعني الكليه ويساعدنا معهم شوية إنهم هم غلابة وأنا زيي، نحن على الله.